الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عزيز بخير. الله يشبر بيش. لاباس عليك. لاباس الحمد لله العزيز الغالي. اللهم لك الحمد. سمك معك معك ابراهيم من بني ملال. مرحبا بالسي ابراهيم تحيا الناس بني ملال. تبارك الله عليك اخويا. الله يبارك فيك خويا العزيز. نشكرك بزاف. مرحبا مرحبا السي ابراهيم. عفا خويا عزيز بغيتك دير لي الفال لاختي. اييه الله يا ودي. يقول السميه ولا بدا سعاد 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 من بلاد سعاد من بلاد بغات تزوج نديروا لها الفال اخويا ما عمر شي واحد جا خطبها منك واه المهم بعض المرات كيجيو ولكن ما كيكمل ما كيكمل. مرحبا سي ابراهيم مرحبا. شوف اخويا عزيز وي عافاك ديك بنت الناس المهم حتى انا باقي ما مزوج ديك سعيده ديك سعيده اللي فرنسا هذيك اللي كان اللي راجع معكم دابا مليكه من اسبانيا لا سعيده سعيده ما عيطتنا حتى وحده من فرنسا خويا اليوم لا يلا هضرات يلا هضرات فين هضرات اليوم في البرنامج وا من فرنسا ما عيطت حتى وحده من فرنسا خويا العزيز هذيك اللي قالت لكم هذيك اللي قالت لك ما بغيت لا جواز لا والو نجوجوها صحه مليكه والله ما بغاتش تجوج ما بغاتش ما بغاتش راه ستة السهرات ولا ثلاثة السهرات ولا أربعة الله العلم ما بغاش تجوج هي كتعيط مسكينة حيت هي في الغربة وميت لها الراجل بغات تعيش السعادة راسها ما يمكن كتبغي يمكن تتبغي راجلها بزاف ما قدرتش تجيب واحد بلاصتو إيوا صافي صافي حنيني آمين أخويا خويا عافاك المهم إلا عيطتي وحدة المهم من برا من برا أها تخرج برا أنت باغي تخرج برا واه ما بغيتش تجلس الداخل لا هنايا لا علاش؟ الله يكثر خيرك علاش علاش ابراهيم علاش ما بغيتيش تعيش هنا؟ لا الا صرنا نمشيو ليه ليه المهم راه من الربعين لتحت ماشي مشكل انا عندي انا عندي 27 37 37 يعني واخا تكون عندها 40 تقضي الغاره صافي ما يهمش ما يهمش تمشي لهي انا بغيت المعقول انا بغيت المعقول 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 كاين غير لهي هنا كاع ما كاين لا بغيت بنت الناس لا غا بلاتي دابا انا غير كندرت شويه انا وياك دابا لهي كاين المعقول هنا والو كاينش لا ماشي حنا بغينا المهم انت باغي تجوج لهي معقول وبنت الناس هنا ما لقيتيش مثلا انا ما لقيتيش قلبتي وما لقيتيش ما كاينش الزهر والزهر كاين لهي باغي تعترف ايوا ريال بوبي اخ كنتي باغي تلعب في ريال مدريد انت زعما ما كتبش وحنا غنشوفوا لك خيخون مرحبا السي ابراهيم المهم ولكن اجي نسولك واحد السؤال السي ابراهيم زعما هنايا علاش ما قلبتيش على شي بنت الناس وتعيش معاها فوق الهي هنايا والله تتقول لي يا خوي قلبك الا كان قلبك عامر بالمسامره انا النجار ها قول لي علاش دخلت عليك بالله اختك راه كتسمعنا حنا اختك غادي وهي حدايا عرفتها عرفتها راه سمعتها كتهضر معك كتسوف ليلك حنا دابا بغينا اختك غادي اليوم يعيط لها شي راجل يتزوجها من بني ملاه يقول لي انت علاش لهي انا مزاوق انا بغي ما بغاش ليا خاطري هنايا بغيت نمشي للخارج مغربيه بغيتيها من 40 لتحت المهم 40 ماشي مشكل 40 ماشي مشكل ماشي مشكل صافي واخا واخا الخاطر ديالك بغات لهي انت انت دابا مسمي لهي هي ماشي ديال هنا انت لهي هي وقع عيطوا لك هي لهي هي ضحك الله عليك والله الا كان امني شد ليا الخط راه الله يلاه فرحت بزاف كل شتي انا الفرحه اللي شداني سيرتو منين عرفتك لهي واخا سيدي اعطيه اللي هي ديال شي فال هو اخته يلاه سير احمد تبارك الله عليك الله يستر خيرك الله يلاك تحفظك يا الخطرة الله يرفعك يلاه سير احمد تي انا الفرحان داني سير يلاه يعني الناس صافي نقطع ولا شنو بغيتي ما تقطعش تتسنى الهي يجي عندك ولا يلا انا نقطع يلا اقطع حنيني اقطع يلا مشى عسارة كلهم عسارة كلهم اهو
هو تيم سارة هو يا الحسارة هو تيم سارة هو كيتسارة بغا الهيهي تبارك الله عليك